اهلا بيكم، حلقه جديده من برنامجكم كلامنا بالمصري. لما يكون حد من المواطنين عايز يكلم الحكومه يروح فين؟ لما يكون شويه من الموظفين او العاملين او اي حد من الساده المواطنين عنده مظلمه، عنده مشكله، لازم يروح عند سور مجلس الوزراء ويتظاهر، ولا في وسيله من وسائل الاتصال مع الحكومه؟ وهل لازم يكون مجلس الوزراء قاعد في قلب نفس المكان ولا بيجتمعوا في اماكن تانية؟ النهارده، ومش النهارده بس، من فتره بقى عندنا حاجه اسمها المستشار الاعلامي لمجلس الوزراء او لرئيس الحكومه تحديدا، نقدر نتواصل معاه، ننقل له مشاكل او شكاوى، وهو بدوره ينقلها لمجلس الوزراء، للحكومه او لرئيس الوزراء، ويرجع يتصل بينا تاني. الكلام ده ممكن بيحصل، عايز اقول لك بيحصل في مصر. النهارده هيشرف لي بعد الفاصل صديقي العزيز الكاتب الصحفي الكبير اسامه عبد العزيز، مستشار رئيس الوزراء، ونقعد ندردش معاه، واهم حاجه لازم نطلع باجابات محدده عن القضايا اللي تهم حضراتكم النهارده. هنفتح حوار معاه، تليفونات هتكون متاحه لحضراتكم، اللي عنده اي مشكله او شكوى النهارده استغلوا الراجل اللي قاعد معايا ده، ان شاء الله نطلع نحرق رقم موبايله على الهوا وكل مصر تتصل بيه. انتظرونا بعد الفاصل، والصديق العزيز اسامه عبد العزيز الكاتب الصحفي الكبير بالاهرام، مستشار رئيس الوزراء. طب انا عايز اكلمكم على ايه؟ عايز اكلمكم بسرعه قبل ما تيجي فقره اسامه عبد العزيز، عايز اكلمكم على حاجه حصلت في مصر باليومين نتيجه لقاء او المكالمه التليفونيه اللي عملها السيد رئيس الجمهوريه مع احدى البرامج الفضائيه، واللي اتكلم فيها عن الالتراس. الالتراس الراجل او رئيس الوزراء رئيس الجمهوريه بيتكلم بشكل ان هو رئيس لكل المصريين، وان لو في مشكله مع قطاع معين من الشعب نقعد ونسمع له. رئيس الجمهوريه وجه دعوه لشباب الالتراس وقال له تعالى ما تجيب 10 من الالتراس ويقعدوا ويشوفوا التحيات نتيجه حادثه بورسعيد. قبل ما نسترسل في هذا الموضوع تعالوا نشوف بالظبط كده ماذا قال الرئيس في موضوع الالتراس في المداخلة التليفونية مع احدى البرامج الفضائية. في الموضوع بتاع الالتراس بتاع حادثة بورسعيد، انا كنت موجود في الموضوع ده، وزي ما انت قلت كده مفيش حاجة اتمسكت، يعني مفيش حقيقة بجلاء تقدر تقول ايه اللي حصل بالتفصيل في الموضوع ده، وبدقة تقدر تقول انك تطمئن لها. حد خبى حاجه؟ ممكن. حد خايف من حاجه؟ ممكن. حد مش عارف حاجه برضه؟ ممكن. انا ممكن اقول لك وانا قاعد دلوقتي كده، ممكن مجموعه من الالترز ده، من اللي هم النجباء اللي فيهم، تتشكل بيهم ومعاهم لجنه لبحث الموضوع، اصل مفيش حاجه عايزين نخبيها، ونطلع بالنتائج للناس. دي فكره. تعالوا يا شباب اختاروا 10 منكم من اللي هم اللي انتم متطمنوا ليهم يخشوا ويشوفوا الموضوع ده بتفاصيله، وهم يعرضوا عليكم الموضوع بالنتائج. ده هيطمنكم، هيريحكم. انتوا تعالوا شاركوا في لجنه نعملها تاني من جديد بكل الموضوع، اطلعوا على اللي اتعمل قبل كده وشوفوا انتوا كمان عايزين تعملوا ايه. بصوا على حققوا في الموضوع. زي ما الرئيس قال ان احنا عايزين 10 عدد من الافراد من الالتراس يجي يحضر ونكشف له، الدولة او الحكومة تكشف له نتائج التحيات ويتعمل الحوار. انا رجعت للارشيف الصحفي وقلنا نشوف كيف نشأت او ظهرت قضية الالتراس. قضية الالتراس تفاقمت بشكل كبير عندما وقعت مجزرة بورسعيد في فبراير 2012، وراح ضحيتها 74 من جماهير النادي الاهلي، وهتلاقوا الصور، يا ريت يا شباب تذكروا الجمهور وتعرض على الشاشه. المهم اتقبض على عدد من هؤلاء الشباب الالتراس، وحكمت محكمه جنايات بورسعيد في يونيو اللي فات باعدام 11 متهما شنقا، وبالسجن المشدد 15 سنه ل 10 متهمين، والسجن بدرجات متفاوته لعدد اخر. في طبعا درجة أخرى باقية من التقاضي، وهي درجة النقد، إما أن محكمة النقد تؤيد الحكم الصادر أو أنها تلغي هذا الحكم وتعدله. لكن في 16 مايو 2015 بالسنة اللي فاتت، محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة قضت بقبول دعوى رئيس نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور
بحظر روابط الالتراس على مستوى الجمهوريه واعتبارها جماعه ارهابيه، وده كان قرار خطير جدا. عزل الالتراس عن المجتمع، ما بقاش فيه فرصه انه يعود مره اخرى كشباب للمجتمع. الالتراس احيا ذكرى حادث بورسعيد وعمل بسبب مقتل ال 74 قتيل يعني، وهاجم المشير طنطاوي وطالب بمحاكمته، وده اثار الراي العام. نرجع بقى للمداخله اللي الرئيس القاها. الرئيس القى المداخله من هنا في البرنامج الفضائي وعمل دعوه بيحرك مياه راقده. الرئيس هنا ما ينفعش يا اخواننا رئيس الجمهوريه ينحاز او يقول راي قاطع في قضيه منظوره امام المحاكم. اتنين، هو رئيس لكل المصريين. تلاتة، عاوز يخفف احتقان في قضية موجودة، فما ينفعش ينحاز لطرف على طرف. فقال ايه؟ نجيب شوية شباب بالالتراس يقعدوا معانا. اللي حصل ان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور هاج وماج وقلب الدنيا، ورئيس الجمهورية ما ينفعش الكلام ده، ثم ان الشباب دول لا يليق انهم يضعوا شروط محددة ومسبقة للقعدة معاك. ده طبعا بعد ما الالتراس استجاب لدعوة رئيس الجمهورية وطلع بيان، أنا شايفه بيان رشيد، بيان كويس، بنقرب الخطوات لبعض. ثم ظهر أحد النواب المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة وقال إحنا ندعو عدد من الشباب الألتراس يجي هنا في البرلمان. هو قال من هنا وراح مرتضى منصور وراح مهاجم فرج عامر وقال له يا بتاع فرجله، مش عارف ايه قصه بتاع فرجله مع الالترس، بس ماشي الكل عمال يزعق. تعالوا بقى نتكلم بالعقل ونتكلم بالسياسه. جميع برلمانات العالم، اي مجلس شعب او نواب او في الدنيا، بيعمل حاجه لما تبقى عنده قضيه صعبه وكبيره، بيعمل حاجه اسمها جلسات استماع. يروح جايب اطراف القضيه وبيستمع ليهم. ما هو ده مجلس بيمثل الشعب كله. فبيجي عايز يسمع لوجهة نظر الالتراس، وجهة نظر رؤساء الاندية، وجهة نظر الاتحاد الكرة وهكذا. شباب الالتراس بيقول تعالوا نصلح اللي بينا ونستغل دعوة رئيس الجمهورية علشان يحدث توافق، وحتى تعود الجماهير مرة اخرى الى الاستادات، لان احنا بنشوف ماتشات كورة من 3-4 سنين بدون جمهور. في بعض النواب النهاردة فاجئونا بانهم طلبوا من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه بدعوه هؤلاء الشباب اعضاء الالتراس للاستماع الى مطالبهم ورؤيتهم بصفته ممثل الشباب او وزير الشباب. لكن احنا النهارده عايز اقول لكم في ازمه خطيره، لان مجلس النواب منقسم الى قسمين. قسم بيؤيد ان احنا نستمع للالتراس، وقسم رافض تماما رفض شديد. فما هو الحل؟ نقول ان احنا لازم مجلس النواب يدير قراراته بالأغلبية. مش معنى أنه طلع أحد النواب عمال يزعق ويعلي صوته يبقى نخاف، لا، ده مجلس شعب، مجلس نواب منتخب يصوت. هل ندعو عدد من شباب الألترس تحت قبة البرلمان؟ نصوت بين النواب. والله لو حاز القرار على الأغلبية يجي الشباب وتعمل لهم جلسة حتى مغلقة ونستمع ونشوف. لازم نحل المشكلة. أنا شايف أن بقالنا 4 سنين إحنا ما بنحلش المشكلة. لا الأندية استفادت، ولا الجمهور رجع تاني النوادي، ولا أهالي الشهداء استفادوا، والألتراس ظل أزمة مكتومة. وبالمناسبة مفيش قضايا صعبة بهذا الشكل في المجتمع بتحل بحكم محكمة. يعني هل لما المحكمة طلعت ووصفت شباب الألتراس بأنهم جماعة إرهابية إحنا كده حلينا المشكلة؟ أبدا ما حليناهاش. يبقى إحنا عايزين نستغل دعوة الرئيس للحوار، واي واحد بقى بيزعق لا نقول له شكرا اركن على جنب، لان انت بقيت طرف في القضيه. وانا بدعو مجلس النواب بصفه مواطن مصري يستجيب لدعوه السيد رئيس الجمهوريه ونسمع هؤلاء الشباب. لو مجلس النواب اعترض ورفض انا شايف ان هو كده في ازمه. ليه؟ لازم مجلس النواب يعمل جلسه استماع ويستمع. مجلس النواب ما ينفعش ينحاز لفريق ضد فريق. وبعدين نشوف الناس دي عايزين ايه. نقنن موضوع الالترس، نقنن موضوع الالترس، ويا رب نبقى احنا حلينا مشكله من المشكلات اللي صدفتنا بعد ثوره يناير. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرحب بضيفي الكريم الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ اسامه عبد العزيز المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء. وقلت لحضراتكم الفقره متاحه قدامكم
اللي عنده مشكله في اي حاجه وحياه الغاليين عندك يا شيخ، بدل ما تروح تتظاهر ولا انت حتى مش عارف نبره رئيس الوزراء، استغل ان اسامه عبد العزيز صديق العزيز قاعد معايا وخشوا اسالوه زي ما انتم عايزين. تواصلوا معايا على رقم الواتساب 011 5 13 13 158، وهينزل على الشاشه اول ما يبدا الحوار. نطلع فاصل. بجدد التحية بحضراتكم. في البداية خلوني أرحب بضيفي العزيز النهاردة الأستاذ أسامة عبد العزيز، الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، وخلونا نعرف منه إزاي نتواصل مع الحكومة في بلدنا. هل نتصل برئيس الوزراء كده ليه تليفون، ولا نتصل بالهيئة الإعلامية والصحفية لرئيس الوزراء؟ هل لازم نتظاهر زي ما قلت في المقدمة، ولا خلاص ما بقاش فيه تظاهر ونقدر نبعت شكوانا او مظلمتنا لمجلس الوزراء؟ وازاي كمان بيتم العمل داخل مجلس الوزراء؟ نرحب بالاستاذ اسامه عبد العزيز. اهلا بحضرتك. أهلاً واشكرك على تشريفك لينا النهارده. ده انا اللي متشكر جدا على استضافتك، ويا رب اكون ضيف باذن الله. خليني كده اعرف منك والساده المشاهدين ممكن ما يعرفوش كيف يتم حركه دولاب العمل داخل مجلس الوزراء. يعني رئيس الوزراء بينزل مثلا على مكتبه كده، قاعد على مكتب وعمال يعمل تليفونات مع المحافظين والوزراء، ولا سير العمل ازاي؟ جدول العمل بيتعمل ازاي؟ لا طبعا يعني المساله دي مرتبه ومحدده، طبعا في مراسم بتجهز المواعيد والتفاصيل بتاع المواعيد طبعا كالعاده، يعني في المكاتب اللي من الساعه لكذا لكذا في لقاء كذا، الاجتماعات الضروريه طبعا بيحصل ساعات اجتماعات طارئة. عاجله طارئه، بتغير المواعيد، بتحصل زيارات مفاجاه، دي امور كلها معتاده طبعا. لكنه جدول المواعيد ده بيحدده المراسم طبعا في مكتب يعني. طيب لو بدأنا من ان رئيس الوزراء النهارده فات عليه في حدود 150 يوم تقريبا. ما يقرب من تقريبا. 150 يوم. وحضرتك بدأت العمل معاه منذ اول يوم؟ لا بعديها بشهر تقريبا، 7 اكتوبر تقريبا. طيب ايه اللي اتغير؟ هل حسيت ان الخبره بدأت تظهر؟ ابتدى يعمل ميكانيزم او سيستم للعمل؟ ده وضع طبيعي جدا طبعا. المساله تكوين فريق العمل طبعا خد فتره اوليه. نعم. بعد كده بدأ النشاط المعتاد بطريقته طبعا، كل واحد ليه كل طريقة. رئيس حكومة ليه شكله يا طبعا، ما فيش كلام، ليه توجهاته ليه تفكيره، لكنه الأساس انه الحقيقة بقى دي احد الميزات في مهند شريف سماعيل. ايه؟ انه العمل المؤسسي. العمل المؤسسي يعني اشرحوا لنا يعني العمل إيه؟ ببساطة شديدة انه البناء على ما سبق، ودي خطوة مهمة. يعني ما بيقعدش يقول اللي فات الحكومة لا 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 ينسف. لا لا مش صحيح، بالعكس. البناء على ما سبق ده أهم شيء في تفكير المهندس شريف إسماعيل، لأنه أنت لو هدمت ما سبق عشان تبني من جديد أنت تتأخر. طب ارسم لي ملامح أو بورتريه لرئيس الوزراء. هادئ ولا عصبي؟ هادئ. مستمع ولا متحدث؟ كويس. واحد، أنه هادئ جدا. اتنين، مستمع بشكل واضح ومريح للغايه، ويعني تسال الناس اللي بتقعد معاه بشكل مباشر هتعرف ده. طبعا دمس الخلق الى ابعد الحدود، صدره رحب، بيتلقى النقد عادي جدا. الاهم انه ازاي الفريق العمل المحيط بيه يتواصل مع الناس، يكون بقدر المستطاع القدرة على تلبية مطالب الناس. طب بيسمع كلام الناس اللي حواليه؟ إلى حد كبير جدا بيسمع بالفعل. هو زي ما قلت لك شخص يعني دمس الخلق، مرتب الفكر جدا. خلي بالك برضو انه المهندس شريف اسماعيل يعني انا طبعا شهادتي مجروحه بلا شك. لا انا بعرف اقول لك دولاب عمل وصفات بورتوريه، وبعدين انا قاعد مع صحفي كبير يعني. ربنا يخليك محمد بيه. الاهم انه في وزاره البترول، هو تولى الوزاره في ظروف صعبه جدا الحقيقه، عمل انجاز واضح جدا في مجال وزاره البترول.
خلي بالك انه الوزاره دي لحد كبير كان فيها يعني مشاكل فساد، تراجع في الاداء، تراجع في الاداء، كل ده كان موجود في الوزاره دي. المهندس شريف اسماعيل نجح في باقتدار شديد في انه يلغي كل هذا، خاصه ما يتعلق بقضايا الفساد والمشاكل والاحتياطي الخاص بالبوتاجاز، الاحتياطي الخاص بمواد الطاقه الضروريه. طب هل تعتقد استاذ اسامه ان نجاح مهندس شريف اسماعيل في الوزاره كان هو السبب الرئيسي عشان يجي رئيس وزراء؟ يعني هيكون احد الاسباب، على احد الاسباب الرئيسيه، هيكون يعني احد الاسباب بلا شك يعني، لكن الاختيارات دي طبعا بتعود الى رئيس الجمهورية. طب قول لي يوم رئيس الوزراء بيبدا الساعه كام؟ لا بيبدا مبكرا جدا بالمناسبه يعني، يعني هو بيبدا نشاطه في المكتب الساعه 8 وممكن يمتد الى الساعه 8 مساء، 8 ل 8 مساء احيانا يعني. احنا امبارح ماشيين مجلس الوزراء الساعه 10 بعد مقابلته لنواب محافظات القناه والاسماعيليه، وده يعني من الساعة 6:30 7 تقريبا لحد الساعة 10 امتد اللقاء، وبعدين قعد في مكتبه كمان فترة. نعم. ثم وهكذا. طيب. كل يوم تقريبا. تعالى نرسم مع بعض ازاي القرار بيتاخد في الحكومة المصرية. ناس ما تعرف يعني قرار، تعالى ناخد قرار زي ان الحكومة تعمل تعديل على قانون الخدمة المدنية. تمام. قانون اثار لغط كبير حواليه. صحيح. مؤيد معارض مزبوط. الى اخره. عايزين بقى ناخد قرار، الحكومه تاخد قرار تحدد موقفها مع القانون، مع رفض البرلمان ده، هيعمل ايه؟ ازاي القرار بيتاخد داخل مجلس الوزراء؟ واحد، اولا الحكومه تعاملت مع هذا الموقف بصدر رحب جدا الحقيقه، يعني تقبلت نقد النواب ورفضهم، وسمنت تماما على دور مجلس النواب، وقالت هي دي الديمقراطيه. احنا بنتقدم بتشريع، او اوريدي كان التشريع ده معمول بيه. نعم. لانه نعم. هو رقم 18 لسنة 2015 كان معمول بيه. انما الرؤية الصائبة للحكومة انها تقبلت هذا الرفض، وقالت انه دي هي الديمقراطية، واحنا في انتظار اسباب الرفض وبعدين نبتدي نبحثها. امبارح في مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل خد قرار، او مجلس الوزراء خد قرار. نعم. بعد الدراسة المتأنية على مدار 10 ايام الاخيرة، انه يشكل لجنة وزارية مصغرة بتضم وزير التخطيط، وزير المالية، وزير مجلس النواب والشؤون القانونية، لدراسة الثمان او 10 مواد اللي تم الاعتراض عليهم بالظبط او رفضهم، لدراستها وبعدين تعديلها، ثم صياغة القانون بشكل جديد وتقديمه الى البرلمان مرة اخرى لدراسته. واعتقد انه ممكن بعد دراسته، بعد التعديلات اللي ادخلت عليه وفقا لرأي النواب المبني على رأي دوائرهم والشارع طبعا، وده امر مهم للغاية، اعتقد يعني او اتمنى انه يتم قبوله. تفتكر الحركة بتاعت مجلس الوزراء دي تمت استجابة لتعليق الرئيس على قانون الخدمة المدنية في خطابه الاخير، ولا كده كده كانوا هيعملوا نفس الكلام؟ يعني طبعا تعليقات الرئيس لها كل التقدير بلا شك، لكنه هو القانون رفض من البرلمان، فانت مجبر هتعمل ايه يعني؟ تعدله، ده انت هتسموه باسم جديد تاني كمان. لا يعني لحد دلوقتي هو بنفس المسمى خدمة مدنية مع التعديلات طبعا اللي تم. عايز اقول لحضرتك انا النهارده على الساعه 1 الظهر جالي تليفون من احد الاشخاص وقال لي انا من مجلس الوزراء، وان احنا بنعمل استبيان او استطلاع رأي حول قانون الخدمة المدنية. تمام. وقال لي هوجه لحضرتك عدد من الاسئلة وعايز اجابة عليها. تمام. وفي ايه اهم هل انت قريت القانون ولا لا، ايه اهم ملاحظاتك، رفض سلب الكلام. انا اعجبت بالفكرة. صحيح. يعني هل انتوا هتاخدوا هذا المنحة ان يبقى دايما لما يبقى في قضية مثيرة للرأي العام تتصلوا مثلا بقادة الرأي، بالنخب، بالاعلاميين او كده؟ يعني الفكرة ازاي؟ او يعني مين اللي بيعمل ده؟ طبعا انت عارف انه مجلس الوزراء فيه مجموعه من القطاعات المهمه. نعم. في قطاع الاتصالات، قطاع الاعلام، دعم القراءه، مركز دعم
القرار واتخاذ المعلومات. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. يبقى هم دول اللي هم اللي عملوا لا، ما هو في النهايه ينسب تابع لمجلس الوزراء، ما فيش كلام. انا شايف الفكره حلوه، فكره جميله جدا. نعم، وهو ده بيحصل على فكره. نعم. والحكومه بتهتم بمثل هذه الاستطلاعات لانها بتبقى معبره وحقيقيه، لانها بتبقى جايه من النبض الحقيقي للشارع المصري. نعم. لانه قاده الفكر النهارده لما يشوفوا قانون الخدمه المدنيه اللي اراه، يعني اللي تم قراءته منهم وتفحصه، 100% هيكون رايه في نوع من انواع السداد. نعم. الرشاد اللي ممكن الحكومه تستفيد منه، واعتقد ان الحكومه بتستفيد بشكل كبير من مثل هذه الاستطلاعات. طب اسمعني، نروح بقى للبرلمان ونشوف بيان الحكومه هيتم القائه امتى مثلا؟ المفترض في النص الثاني من شهر فبراير ان شاء الله، لكن لم يتم تحديد موعد الى هذه اللحظه، لكنه هيتم تحديد بالاتفاق بين رئيس الحكومه ورئيس البرلمان على هذا الموعد ان شاء الله. هل الحكومه انتهت من اعداد بيانها؟ انتهت تماما من اعداد. توقعات او تنبؤات الحكومه، هل ستحوز على ثقه البرلمان؟ اتمنى. يعني انا طبعا ما اقدرش، يعني انما يعني الحكومه الحقيقه بتجتهد، وضعت برنامج الاهم فيه انه المواطن هو الاساس ومحدودي الدخل في قلب هذا البرنامج. هي دي الفكره بتاعت البرنامج بتاع الحكومه. طبعا هناك محاور عديده، الشق السياسي ثم الشق الاقتصادي الشق الاجتماعي، في افكار ان شاء الله هتعجب البرلمان والشارع المصري. طبعا زي ما قلت لحضرتك، هو المواطن الاساسي، تحقيق مبدا، خاصه ان السنه دي قيل انه عام المواطن المصري. بالظبط كده، تحقيق العداله، مبدا العداله الاجتماعيه هو الهدف الاساسي من برنامج الحكومه. عايز اقول لحضراتكم ان الحكومه مفروض هتقدم بيان الى البرلمان، لو البرلمان اعتمد البيان اللي هو ايه خطه الحكومه هتشتغل ايه السنين الجايه، هتعمل ايه في الدعم، هتعمل ايه مع محدود الدخل، برنامج تكافل وكرامه وهكذا. فاذا انه وبسقفه من الاخر وقالوا ده بيان كويس، يبقى مهندس شريف اسماعيل جددت فيه الثقه ويبقى رئيس الحكومه القادم او يستمر. والكلام المهم بقى ان هذه الحكومه منذ 2011 لحد النهارده حظها انها اول حكومه تيجي في ظل وجود برلمان، يعني هيراقبها. انتوا عارفين ان انتوا حظكم كده، مش عارف بقى حلو ولا وحش. يعني كل الحكومات اللي فاتت كانت شغاله من دماغها. صحيح. لا طبعا انا اعتقد انه ده الامر الطبيعي جدا. ما نعرف ده الامر الطبيعي. وبما انه طبيعي يبقى مساله رائعه. نعم. انه هناك دور رقابي وتشريعي من البرلمان يراقب الحكومه، هذا امر جيد جيد جدا، يؤدي الى انه الحكومه تجيد اكتر واكتر في عملها. انا معك، بس برضو الواحد ما يحبش يبقى عليه رقابه جدا. لا لا، ليه؟ الامور الطبيعيه كده، كل دول العالم كده. انت بتتكلم على الديمقراطيه، هي بس كده. انا بتكلم ان في بعض الشخصيات عندهم مغالاه في التعبير عن ارائهم بشكل حد، وفي شطط، ما ده قد ينال الحكومه يعني جزء من يعني هذا الشطط. يعني عايز اكد لحضرتك بجد، وزي ما قلت قبل كده ان انا شهادتي مجروحه في المهندس شريف اسماعيل، لان بعمل مع الفريق العمل، واحد من اعضاء فريق العمل بمكتب المهندس شريف اسماعيل. اللي بس باكد عليه انه هذا الرجل زي ما قلت لك انه بالفعل رجل هادئ جدا، مرتب الافكار، عنده قدره على التواصل مع الاخر، بيقبل الرأي الآخر، وده مهم. ما عندوش فكرة الصلف أو الانفراد بالرأي أو إن هو كده وخلاص، أو البطراسة أو هو كده وخلاص. يعني على سبيل المثال، لا الحصر يا ريت ناخد امبارح كنا قاعدين مع نواب البرلمان من 4 محافظات، وإداهم الفرصة الكاملة، كل نائب تحدث طرح مشاكل. الجميل انهم مش ما اتكلموش بس في مشاكلهم او مشاكل دوائرهم، وانما تحدثوا عن الشأن العام، ودي الحقيقه كانت بالنسبه لي مفاجاه ساره جدا، انهم كمان اهتمامهم بالشأن العام مهم،
وده أمر جميل جدا، وده يعني لاقى ارتياح شديد من المهندس شريف إسماعيل أيضا، إنه النائب بيتكلم بشأن العام مش جاي بس يطرح، لأنه هو في الأصل في نائب عن الأمة وليس نائب عن الدايرة، وده جديد، ده مهم، ده ثقافة جديدة على النواب بصراحة. جميل جدا يعني إما نلاقي مثلا إنه في أكتر من 78 سيدة أو 98 تقريبا في أكتر من كام شاب، وبعدين الشباب عددهم كام. أنت أمام رؤى مختلفة، أنت هنا إفرازات الثورة الجيدة الحقيقة يعني 30/6 و 25 يناير. نتمنى أن نرى ده على أرض الواقع في يعني هي تجربة جديدة، لأنهم حاليا لسه بيعدوا اللائحة بتاعتهم. بالظبط كده، أنت بتشوف تجربة جديدة احنا شايفينها، أنا شخصيا شايفها مبشرة جدا بالخير. المهم أنه مهندس شريف إسماعيل سمع ليهم تماما، وبعدين يعني المشاكل طبعا بتاع الدوائر مشاكل جامة زي العادة، يعني مشاكل في الصحة والتعليم والخدمات، ما أدراك ما هذه المشاكل. يعني عايزين نناول أرقام تلفونات البرنامج أمام حضراتكم على الشاشة، اللي عايز يتواصل مع ضيفي العزيز واللي عايز ينقل شكوى للحكومة على الهوا يستغل هذا اللقاء. عايز أقول لحضرتك في انطباع، مهندس شريف إسماعيل جاء عقب مهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء، كان في سمات شخصية لمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، الحركة الدائمة، نزول في الشوارع والميادين، ما كانش بيقعد في مكتبه، ثم التواصل الدائم مع الإعلام. تمام، في نمط جديد بنشوفه في مهندس شريف إسماعيل، هو عاوز يقعد على المكتب علشان يرسم استراتيجيات، بس في نفس الوقت برضو في بيقول انه لابد ان يكون هناك توازن. هو نزل في البحيرة، نزل في دمياط، نزل في اسكندرية، دمياط، اسوان، زار اماكن، زار اماكن. هو فكرته انه يبقى في توازن، ما كل رئيس وزراء ليه فلسفته، ما فيش. لكن ربما التركيبة المصرية للمواطن يحب المسؤول يطلع يرغي معاه ويكلمه، فالملاحظ على ان رئيس الوزراء الحالي مهندس شريف إسماعيل قليل الكلام، نادر الكلام وكثير العمل. انا هنا ما بكلمش، ما هو العمل ده محتاج تتكلم عنه، ما يعني ما الكلام يعني العمل محتاج تتكلم عنه يعني، لان احنا هناك نعرف ازاي هناك من هو متخصص في الحديث عن العمل. ايضا مهندس شريف إسماعيل من ميزاته الحقيقه يعني انه ما بيتكلمش الا لما الانجاز او يحصل او يبقى في امامه نتيجه شبه نهائي. يعني مثلا انا توقعت كصحفي يجي يعمل مثلا حوار صحفي مع صحيفه كبيره زي الاهرام او الاخبار، خلي بالك هو عنده برنامج، خلي بال حضرتك هو عنده برنامج حكومه غير تقليدي، هو اعطى كل اهتمامه لهذا لاعداد البيان بالظبط على مجلس النواب، حينما ينتهي منه يعني تاكد تماما انه هو، وده تاكيداته انه ده هيتم يعني بلا شك يعني. خلينا نتلقى اول اتصال تليفوني. عواطف بالبحيره، اتفضلي يا استاذ عواطف. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. لو سمحت استاذ ممكن اكلم المستشار؟ اتفضلي. يا ست المستشار انا دلوقتي عندي مشكله، لو تساعد دمياط حاجه عشان حد يحلها لي معاك. مش سامع الصوت انا بس. يا ست المستشار سمعت صوتك. هو الصوت عمال يقطع، انا اللي سمعته ان عندك مشكله. عندي مشاكل، انا لا ادعي شغل ولا اجي اسكن، انا لسه بدرى ما عملش حاجه، بقتله كذا فاكس وكذا شكوى ما ردش عليا. طب الشكوى بخصوص ايه؟ الشكوى انا عندي سكن وانا عندي شغل، قلت لهم عايز اخر حساب الخويش اللي هو المتحسسات اللي انا كلمته. رنت عليا مدام جايت لي اطلعي في التلفزيونات، اطلعي في التلفزيون. وانا حاطه في التلفزيون قد التلفزيون، انا فكرت ان انا عايز سكن وعايز شغل. النهارده قام عليا بقول الشغل بتاعك مش هينفع على فكره خالص. طيب حضرتك عندك كام سنه؟ انا قدمت في البتاعه سنه كام مره، مفيش حد لا حياه من الولاد دي. انا ضربت عند البحيره، عند محافظه البحيره، عند مصطفى طول، وما حدش حس بيه. هي بتشتكي انها عندها 36 سنه، بتبحث عن فرصه عمل وبتبحث عن مسكن. يا استاذ يا استاذ انا عايزه ادخل رئيس الوزراء. عايزه ايه؟ عايزه ادخل رئيس الوزراء يحلها لي. ما هو رئيس الوزراء لو قابل كل المواطنين، ما هو ده ميزه ان يبقى معانا المستشار الاعلامي الخاص برئيس الوزراء، نديله تليفون حضرتك ويتواصل يعني مع حضرتك. لو خدمينها طبعا وتتاكد تماما من انه يعني اتمنى الاهتمام بالشكوى يعني. لا كل شكاوى على ويشوف. فكره يعني تاكد من ده استاذ محمد. يعني انا يعني هندي لحضرتك تليفون. طبعا احتفظوا بتليفونات الساده المشاهدين. طبعا اخد استاذ علي من الشرقيه. استاذ علي
الو. السلام عليكم يا فندم. سلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا اول مره اشارك في برنامج والله. يسعدنا ويشرفنا. حضرتك دلوقتي انا سواق وبنقل حضرتك يمكن الام سواقين كتير حضرتك. سواق تاكسي ولا نقل؟ لا سواق نقل. نعم، ايه المشكله؟ المشكله حضرتك الكارتات بتاعه القوات المسلحه حضرتك، احنا ما ننكرش ان الطرق يعني حضرتك ما ننكرش انها اتعملت كويس وبقت حاجه كويسه، بس حضرتك حاجه يعني صراحه يعني لا تطاق. اه الكارته بكام؟ على على وزن قد ايه؟ حضرتك دلوقتي هو بيبص، هي مش دي حضرتك دلوقتي بالوزن، حضرتك دلوقتي بيبص للعربيه ويقول لك انت محمد ايه؟ يعني مثلا ممكن عربيه مثلا زي انا مثلا حتى حضرتك انا في العاشر من رمضان حضرتك حتى لما نيجي مثلا نعمل نقله داخلي ولا اي حاجه يقول لي مثلا 110 65 يعني. طيب انت مثلا انا ما بمشيش حضرتك على الطريق بتاع مصر الاسماعيليه الصحراوي. طب حضرتك كنت بتدفع كام قبل كده؟ لا احنا حضرتك ما كانش فيه الكلام ده، ده حضرتك اللي انا بكلمك عليه دلوقتي ده جوه المدينه نفسها جوه المدينه الصناعيه. طيب ماشي. تحت الكباري كنا الاول بندفع 5 جنيه رايح محمل او صابي وانت راجع بتدفع 5 جنيه تاني. طيب هناخد تعليق قصير من استاذ اسامه علشان عندي تليفونات تانية. لا المشكله دي الحقيقه انا يعني انا بس عايز اساله هو منين من الشرقيه بس. المشكله دي نسال فيها في جهاز المدينه لانه هو بيتكلم على انه بيدفع دلوقتي جوه المدينه نفسها جوه المدينه. اه فلو لو كان معانا لسه يعني هو من العاشر من رمضان وعدل حركه تليفونه. اوكي تحت امره. كمال من القاهره ثم عبد الحميد من القاهره. كمال اتفضل. ايوه والنبي لو سمحت وتكرمت يا استاذ الفاضل انا عايز مقابله لرئيس الوزراء لو سمحت. التعليق بقى حضرتك تواصل معاه. لا انا تحت امره يعني ناخد تليفونه وتحت امره ونشوف الموقف يعني يعني ابواب الحكومه مفتوحه للمواطنين. الحكومه بتؤكد على هذا المعنى ان ابوابها مفتوحه لاي مواطن، ما فيهاش مشكله هذا الامر. نتواصل معاه ويجي قبل حضرتك في المكتب في أي عايز وقت تحت امره وتشوف يعني المشكله هذا بتاعته. هذا الامر استاذ محمد بس عشان تبقى المساله يعني محسومه. نعم اي مواطن الحكومه تحت امره وده اللي الحكومة بتؤكد عليه وده اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي. هل ممكن يعني اقتراح مني مش عارف يلقى استجابة ولا لا وتعرضه على دولة رئيس الوزراء ان احنا مثلا يبقى في لقاء اسبوعي او شهري بين السيد رئيس الوزراء ومجموعة من المواطنين على من كل محافظة مثلا واحد او اتنين بعيدا عن مجلس النواب يعني يسمع الناس يعني هتقدم بي لي طبعا يعني اي اقتراح استاذ محمد جاي من قادة الرأي العام يعني تأكد تماما انه هيوصل بسهولة شديدة. اتمنى نعرض طبعاً حاجة زي كده. لا حاضر فندم. عبد الحميد من القاهرة اتفضل. استاذ عبد الحميد يزيد فضلك يا استاذ محمد. اسمح لي يا استاذ محمد بس انا كنت عملت مداخلة قبل كده حضرتك. انا طبعا سني 47 سنة يا استاذ محمد. حضرتك بتكلم اسكندرية؟ بتكلم من القاهرة يا فندم. من القاهرة نعم. سني 47 سنة يا استاذ محمد. نعم. وطبعا انا من غير مصدر دخل يا استاذ محمد وحضرتك كانت جمعيات الهرمان متصلة مع حضرتك وطلعوا لي الكشك وقالوا لي عايزين التأشيرة من محافظ القاهرة. فحضرتك انا طالب ان انا اقابل سعادة رئيس مجلس الوزراء فندم عشان التأشيرة لان انا عارف اوصل لمحافظ القاهرة ولا رئيس الحي ولا انا عارف اي حاجة. وقدمت شكوى فندم اربع شكاوى. طب خليك معايا لحظة خليك معايا لحظة هنحلها لك هنحلها لك. احنا ساعدنا هذا المواطن مش احنا يعني جمعية الاورمن ممثلة في الضفة جايينا ووفروا له الكشك كشك. بالبضاعة. ايه المطلوب؟ عايزين بس ترخيص الكشك من السيد محافظ القاهرة بس يمضي على الجواز. يعني هو اتعمل الكشك؟ لا هو الكشك دلوقتي ولا ادهوله بس كده وخلاص. الاورمن قالت له ادي كشك وادي البضاعة اعتمد ليك مبلغ سي 10,000 جنيه ماشي تمام سلمني ترخيص من محافظ القاهرة هتلاقينا هنصب لك الكرس والكشك والبضاعة. هو 47 سنة بده بس يعني تواصل مع السيد محافظ القاهرة يدينا بس توقيع تحت امرك. طيب وهدي لحضرتك تليفونه قوي يا رب واسمح لي ان انا اتواصل معاك ونشوف حلول يعني المشاكل دي. صدقني انا سعيد جدا باللي انت بتعمله ده. الله بجد والله. هو عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ محمد يعني انك يعني تحل مشكله فرد او مواطن هذا يعني جيد جدا 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 حل اكتر من مشكله. ساعدنا بقى تحت الامر. انا وانا ساعه ما حضرتك قلت لي هنقول قلت لك تحت امرك مستعد اسيب تليفوني يعني كمان. لا احنا خلينا الاول نطلع فاصل وبعد الفاصل لازم تقول لي على رقم مختصر
لما الواحد يحب يكلم حكومة مصر يعمل ايه؟ موجود. نطلع فاصل وبعد الفاصل حوارنا مستمر، وللسيد المواطن العزيز 47 سنة ان شاء الله نحل لك مشكلة هذا الكشك ونحصل على موافقة من السيد محافظ القاهرة، وهندي تليفون حضرتك لضيفي الكريم. نطلع فاصل. بجدد التحية بحضراتكم، حواري لا يزال متواصل مع ضيف العزيز النهارده الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة عبد العزيز مستشار السيد رئيس الوزراء. في تعديل وزاري قبل إلقاء البيان؟ يعني ده طبعا أمور تخضع للرئاسة ومجلس الوزراء. أصل في كده قوانين إعلامية وصحفية. يعني لا ما عنديش معلومة دقيقة محددة فيها. أو خلينا نقول من هنا لإلقاء البيان أسبوع، صعب؟ ما عنديش معلومة دقيقة، طبعا صعب، بس أنا ما عنديش معلومة حقيقية عشان أعرف أرد عليك في المسألة دي. داخل كده الأروقة مش حاسس بحاجة زي كده؟ لا أشعر بهذا. أنا عارف الكلام منك هيطلع صعب. لا 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 لا، لا. أنا بتكلم بمنتهى الوضوح والثقة. أنا لما ده أمر يخص طبعا جهات سيادية إلى جانب طبعا رئيس الحكومة، لكن أنا مش شايف حاجة في التوقيت ده. طيب كيف تقيس الحكومة مدى رضا الشعب أو عدم رضاها عن قراراتها أو عن أفكارها أو عن أي شيء؟ هناك وسائل متعددة. الأسرع الأسرع طبعا ردود الأفعال اللي وسائل الإعلام، الشاشات الفضائية، الراديوهات، الإذاعات، والصحف. الصحف طبعا دي الوسيله الاسرع. الوسيله الثانيه طبعا زي الاستبيان اللي حصل النهارده، دي الوسيلتين الاساسيتين اللي بيعتمد عليهم الحكومه في قياس، الى جانب طبعا الاهم القياس الثالث اللي هو ما كانش موجود وبقى موجود النهارده، البرلمان. فانت امام ثم طبعا في جهات اخرى ليها دورها الفعال اللي ربما ما بيظهرش يعني الافكار بتاعتهم، انما الواضح للعيان هم دول الثلاث جهات الاساسيه. ناخد سعاد. اتفضلي استاذه سعاد على التليفون. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي استاذ محمد. اهلا بحضرتك. والله انا فوجئت بالسيد الفاضل الضيف بيقول ان هو بيتكلم على العداله الاجتماعيه، فده شجعني لان انا اتصل. انا متوظفه في جامعه المنصوره من سنه 2002، اثبتنا في 2011 مرتبي الحالي 1100 جنيه. فبنرجو بقى النظر لان المرتبات دي تتعدل. يعني حضرتك ممكن يعملوا ايه 1100 جنيه للانسانه معاها اسره عدت ل 40 سنه؟ مشكله تانية بالنسبه لنا برضو عند طفل المعاق، المعاقين كم مهمل في المنصوره، بنتمنى ان يتعمل لهم مدينه زي المدن الجامعيه يتجمعوا فيها، لان انا مش عارفه ارجع شغلي ولا عارفه اعمل اي حاجه، وعندنا كم كبير من المعاقين في المنصوره. فبرجاء برضو ان المجموعه دي تحط لهم اعتبار، ما لهمش اي حقوق ولا اي اعتبارات في المنصوره نهائي، ولا مواصلات ولا اي اماكن داخليه. فرجاء يعني الاحساس بالاهالي ووضع دي حاجه تكون يعني بوصل صوتي لجميع المسؤولين حضرتك. فاحنا انا اسره بعاني من هذا الطفل، ومش انا لوحدي، فيه كتير جدا. فيا رب تكون في يعني في الاعتبار حاجه زي دي، المرتبات والاطفال المعاقين بالمنصوره. وشكرا يا فندم. تعليق. ده يعني امر يعني فوري بالنسبه للاطفال المعاقين. طبعا الناس دي بجد ده مواطن ليه كامل الحقوق، كل متطلباتهم لابد وان تتحقق، وهنتواصل في هذا الامر. انا بس بتكلم على المنصوره فقط، لكنه اعتقد انه الامر لازم يبقى متاح لجميع المواطنين. نقدر نشوف حاجات تبع مثلا وزاره التضامن الاجتماعي؟ طبعا حضرتك تقدر تتواصل مع وزاره شك. التضامن ان شاء الله. ان شاء الله دكتوره غدا والي. يعني انا بس اخد الارقام اصحاب الشكاوى وانا تحت. لكن بالنسبه للمرتبات دي هتخضع لتشريعات بقى؟ صعب يعني بالنسبه لي انا طبعا. بس صعب بالنسبه لظروف ابنها الطفل معاك، ممكن ايجاد حل سريع ان شاء الله. وعد يعني، وانا معاك على الشاشه والاسبوع الجاي وان شاء الله خلينا اتواصل معاك وتقول لي انا حليت لك مثلا جزء من المشاكل دي باذن واحد احد. طيب معانا مين على التليفون؟ احمد من المنوفيه ثم احمد من الغربيه. اتفضل يا استاذ احمد. طيب احمد من الغربيه. السلام عليكم يا فندم. سلام ورحمه الله، اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك يا حبيبي. انا عندي مشكله يا فندم مع السيد وزير التموين.
السيد وزير التموين ماشي. ايوه هو طبعا بيطلع يعمل شو كبير جدا في الاعلام على سلع متوفره في. طب بقول لك ايه، خش في الموضوع على طول. سيب يا فندم، مفيش ولا سلع متوفره. زي ايه يعني. زي ايه اديني ناقصه. كل السلع اللي موجوده بتاعه فرق العيش والتموين مش متوفره خالص يا فندم. طب استاذ اسامه مع حضرتك يسالك. لا لا، انا تاجر تموين يا فندم، مش عارف اجيب سلع المواطنين عشان ياخدوها. الافرع كلها فاضيه، الافرع كلها فاضيه يا فندم، مفيش اي حاجه في مصر كلها. طيب استاذ اسامه ياخد هذه الشكوى ينقلها للسيد وزير التموين. بس بالمناسبه عايز اكد على انه الحكومه بجد في مساله الـ 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 السلع، منظومه السلع والاسعار، الحكومه تبذل جهود غير طبيعيه في هذا الامر، انها تحاول بقدر الامكان السيطره على الاسعار من خلال توفير السلع في كافة المنافذ وفي كافة المحافظات. صحيح هذا أمر شاق، ممكن تقول لي أنه يعني ما هوش بدرجة 100% ماشي، إنها الكمال لله وحده طبعا، إنما الحكومة بتحاول بتسعى جاهدة أن هي تجد حلول خارج الصندوق. خلي بالك احنا عندنا في منظومة السلع دي دلوقتي في طبعا جهد غير طبيعي من وزارة التموين انها توفر السلع في حلول في المجمعات الاستهلاكية بتحاول. ده بعد قرار رئيس الجمهورية بمحاولة او دعوته لتخفيض الاسعار مع التجار. بالظبط كده. من هذا اليوم حصل سلسلة اجتماعات متتالية افرزت نتائج مهمة. اقامة فكرة السلاسل التجارية في 27 محافظة، إقامة منافذ في كل الجهات الخاصة بالمراكز القرى وصولا إلى أبعد المناطق. دي فكرة الحكومة في المرحلة المقبلة، وهترى النور قريبا إن شاء الله، إلى جانب طبعا السيارات. بس هناخد الشكوى بتاعة المواطن ونقدمها للسيد وزير التموين. وزير التموين يعني شخص دمس الخلق وبيتحرك ونشوف الشكوى. بالظبط كده. لا يمنع ان يكون هناك تقصير هنا. ما انا قلت لحضرتك انت مش هتوصل لدرجة 100%، وارد انه يبقى فيه بعض حي الاخلاق، بس عايز افكار. ما فيش كلام. ناصر من القاهرة، اتفضل يا استاذ ناصر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ محمد. اهلا بيك يا حبيبي، اتفضل. ربنا يخليك. أستاذ محمد، احنا عندي مشكلة بس مع المحافظ، مع محافظ القاهرة. أنا كنت حضرتك معاك مقدم على شقة معاكين من 2006 ولا نقص عليها حتى الآن، وجالي الباحث من أكثر من سنة، واسم نزل على الكمبيوتر، وفوجئت في الآخر كل اللي قدمه بعدية استلموا، وفي موظفة في المحافظة طلبت مني رشوة عشان تزقني وأنا رفضت. فحضرتك احنا دلوقتي احنا أسرة، والدي متوفى، احنا أربعة معاكين قاعدين مع بعض في شقة في بدرون تحت بير السلم، ومحدش عايز ينزل لنا. وعايز اقول له بس حضرتك يا ريت نظره للمعاقين الغلبه اللي ما بيشتغلوش ومحدش بيصرف عليهم. احنا عايشين بمعاش والدي حضرتك، بناخد 1000 جنيه معاش والدي، عايشين بيه 7 انفار اسره كامله، ما عندناش لا شغله ولا وظيفه ولا اي حاجه. طيب هناخد الشكوى. انا بس ما فهمتهاش كويس. هو مقدم هو مقدم من 2006 طلب حصوله على شقه كمعاق. كمعاق. هو بيرى اللي بعديه حصلوا على الشقه. ففي موظف قال له عايزين ازق لك طلبك، ظبطني اديني رشوه. هو رفض، فبيقول لك انا بقى ولم يبلغ. ولم يبلغ. وهنا النقطة بقى، ما هيبلغ، هيجي يقول لك فلان هو طلب مني رشوة، هو بيدور على شقته، ده معاق. صحيح، بس الإبلاغ هنا يعني انت بتكافح الفساد ولا عايز المواطن البسيط ما بيفكرش كده، ما بس كده. يعني علينا ان احنا نغير من ثقافه المواطن. هقول لك يخاف من الموظف ممكن. ده ويقول لك ده ممكن يبلع عليه وما يديش الشقه. لا لا لا، وارد. او يقول لك ده مسلوط، ده في محافظه يا باشا. بس هو كان لازم يبلغ عن هذا الموظف. طيب ده رايي. خلينا نقول هو بيعلن ده على الهواء بعد ما فض بيه الكيلو. انا متفق مع معاليك تماما ان كل شكاوى هناخدها وهنشوف. طيب. لها حل. في وعد من ضيفي الكريم الاستاذ اسامه عبد العزيز، مستشار السيد رئيس الوزراء. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انا ابويا وامي ربوني على فكره مساعده الناس على قضاء حوائجهم، واذا نجحت في هذا الامر فانت يعني عند الله. هنبلغ، هناخد كل اسماء حضرتك بكل التليفونات
ونسلمها لضيفي الكريم ان شاء الله يتواصل مع حضراتكم ويحاول يحل ما يقدر عليه. عليه طبعا. الرئيس قال لي عندنا مشكله وهي مع التواصل مع الشباب. صحيح. وقال لو عايز بقى تجيب من الاخر. صحيح. لما الرئيس يقول كده رد فعل الحكومه يبقى ايه؟ طبعا تشوف الدعوه دي، واعتقد انه بيتم حاليا يعني حلحله الامور. يعني انا شفت معاليك في المقدمه طبعا بتقول انه 4 سنين والمشاكل ما بتتحلش. المشاكل لازم تحسم. هذا هو النهج المفترض ان احنا نبحث عنه، واعتقد ان الحكومه بتبحث عن هذا الامر، انه المشكله تحل من جذورها، ما يكونش ليها بقايا، لانه البقايا طبعا هتنمو وهتزداد وتبقى المشكله او تتجدد دون حسم. هل يعني يرضيك انه ملاعب العالم كلها يبقى فيها جماهير فيما عدا الملاعب المصريه؟ هذا امر ده ممكن يوقف لك بطولات دوليه. وارد جدا اذا ما انت مضطر في البطولات الافريقيه انك يبقى في جماهير وبتحافظ. يعني المساله محتاجة طبعا زي ما سيادة الرئيس تفضل وقال انه يبقى في حوار، وهذا يعني امر تواصل بيننا وبين الشباب، وهو ده لازم يعني ده لازم يحصل، واعتقد انه هيحصل في فترة مقبلة. سواء هل من خلال وزارة الشباب ولا الحكومة يبقى عندها رؤية او خطة؟ يعني لازم يبقى الحكومة بامانة يعني يبقى عندها رؤية وخطة. هل تعتقد ان ده ممكن يكون موجود في بيان السيد رئيس الوزراء الشباب؟ جانب كبير جدا منه طبعا موجود في بيان الحكومة. يعني ممكن نلاقي مفاجآت سارة للشباب ان شاء الله. اللي هي بمعنى ايه مفاجآت سارة؟ يعني سواء هنخصص لجنة للتواصل مع الشباب، مجلس الوزراء فتح ابوابه للشباب، تعيين عدد من الشباب يعني في بعض يعني المناصب. الـ الـ ده التواصل ده موجود، انما فكرة انه يبقى فيه التعامل بشكل مباشر موجود وبشكل مكثف. نعم. وده صدقني استاذ محمد احنا يعني على تواصل كبير جدا مع قطاعات عريضة جدا من الشارقة، لكنه الشباب في حاجة ماسة. وانا يعني معاك تماما في الدعوة اللي اتكلم عنها سيادة الرئيس، انه خلي بالك الاجيال الجديدة بما فيهم اولادنا ليهم ثقافة مختلفة، ليهم فكر مختلف. صح صح طبعا متفق معاك، لكنه انت لازم تقرب منهم شوي، تسعى ليهم، وده يعني امر غايه في الاهميه، والا يبقى انت بتشتغل في وادي يبقى المستقبل محروق. بالظبط بالظبط. طيب في تجربه اتعملت في مجلس الوزراء اسمها ديوان المظالم اللي عندهم مشاكل قديمه. قديمه. ايوه طيب. اصل المسمى ده اختراع اختراع لجنه الشكاوى، اختراع الاخوه البعد يعني. خلينا نتكلم على ريحنا منهم وخلينا نؤكد على هذا الامر. عايز يعني لجنه يعني او هيئه ما في مجلس الوزراء طيب مسؤول عن انها تتلقى شكاوى المواطنين. موجودة مش محتاجين نجيب اسامه عبد العزيز يقعد بالزبط ويكلم الناس كل يوم وعندكم يعني. طيب يعني ما يبقى في لجنه في حلين. لا موجود في مكتب للشكاوى، في مكتب للشكاوى. ايوه يا فندم. في خط ساخن 16 25. اكتبوا يا شباب الرقم ده 16 25. وتلقى 400,000 شكوى خلال السنوات القليلة الماضية. 16 25 ده خط نحفظ هذا الرقم السادة المواطنين 16 25 للتواصل مع مجلس الوزراء، التواصل مع الحكومة، وبيتلقى الشكاوى وبيفحصها وبيحولها على الجهة المعنية وبيستنى الرد ويحاول مرة أخرى الوصول لحل هذه المشكلة. ده موجود في مجلس 16-25. في لقاءات عقدها السيد رئيس الوزراء مع السادة المحافظين مش كده؟ اجتماع مجلس المحافظين الرقم على الشاشة عشان تتواصلوا مع مجلس الوزراء 16-25. رئيس الوزراء عقد أول اجتماع مع المحافظين بتشكيله الجديد الشهر الماضي، وقرر انه يكون في اجتماع شهري. ايوه حضرتك حضرت هذا الاجتماع؟ حضرت، وكان في توجيهات غايه. لسه هسالك، هقول لك الحوار او النقاش الغالب في اجتماع رئيس حكومه مع محافظين مصر بيبقى في ايه؟ يعني حاسس وانت قاعد ايه القضيه الرئيسيه المسيطره على هذا الحوار؟ مشاكل الناس، ده واحد. اتنين اللي هي فين؟ اسكان، بطاله، صرف صحي، كل طرق،
كل مشاكل الناس، كل دي مشاكل. الاهم اللي حضرتك بقى ما ذكرتوش ده كله القمامة. القمامة يا الله. طبعا محافظين قاعدين مع مجلس رئيس الحكومة بيقولوا عندنا مشكلة. ايوه في مشكلة حقية، ولابد رئيس الحكومة مهتم جدا بهذه القضية وبيبحث لها عن حلول جذرية. صحيح طالت الفترة زي ما حضرتك قلت 150 يوم، بس خلي بالك في يعني ايام منهم فيها مشغوليات، لكنه رئيس الحكومة معني بهذا الامر. ملف القمامة، القمامة على مستوى الجمهورية يعني وليه تعبير جيد جدا، ده مش مصر، مصر ما تبقاش كده. طب هنشوف نتائج على الارض. الاول البحث المشكلة وخلصت. نعم. ثانيا الاليات بتاعت تنفيذ الامر وهي قريبة جدا هتحدث. التمويل هو ربما يكون كان المشكلة، لكنه وجه بضرورة توفير وزير المالية بضرورة توفير الاموال. ليه بقى؟ لانه رئيس الوزراء قال جملة مهمة جدا، قال اذا ما كناش هنصرف على جمع القمامة وتنظيف المدن من هذه ده وباء، من هذا وباء، احنا هنضطر نصرف فلوس على صحة الناس معك. لانه طبعا دي بتؤدي الى انتشار امراض اسمح لي اخد بس احمد من المنوفية لانه موجود على التليفون بقاله فترة. استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. اكلم سيادة المستشار بعد اذنك. اتفضل يا حبيبي اتفضل. هو بس انا عايز الاول مفيش سيادة، بس الاول لو تسمع مفيش سيادة يعني انا اسامة عبد العزيز. انا شغال بشكل في مستشفى الدعاء. شغال في مستشفى الجامعة. مستشفى الدعاء اللي تابع لوزارة الاوقاف. نعم. من 2009 بعد بعقود سنوية 2010/4/2014 اتعمل لي عقد شامل على بند مكافآت شاملة للجهاز الإداري الدولي. يوم 31/12 راح الشغل بتاعي اللي اتفاجئت من المستشفى بتقول لي لا انت لازم تمضي على قرار انهاء خدمة. ليه يا جماعة؟ قالوا لي رئيس القسم بتاعك عامل تقرير سنوي التقرير بتاعك ضعيف وانت لا تصلح للعمل. طب لا اصلح للعمل ليه؟ ده انا شغال بقالي حوالي 6 سنين بقسم الغازات الطبية. يعني انا لو ما اثر في شغلي اي مريض ممكن يموت مني. طيب بعدين لو انا مقصر في شغلي، طب رئيس القسم بتاعي سيبني ليه 6 سنين دي واداره المستشفى كانت فين؟ صحيح. انا لا عمري اللي اخدت جزء في الست سنين ولا جالي خصم ولا جالي حاجه، اروح اقدم شكوى في المستشفى ما رضوش يقبلوها مني. طبعا. وانا اصبحت دلوقتي في الشارع، انا مش عارف اعمل ايه. تعليق حضرتك. لا هنشوفها طبعا يعني بلا شك، برضو زي ما وعدت حضرتك هناخد كل الشكاوى دي بالارقام وياريت تتجهز. يعني هي جاهزه حالا بعد نهايه اللقاء بعد دقيقه من الان هتبقى موجوده لا تحت مع حضرتك. واسمح لي كده على منتصف الاسبوع القادم نتواصل مع حضرتك. لا اديني نشوف اللي اتحل. اديني 15 يوم للاتصال بكل بالظبط كده يعني في كل الامور. لا الاتصالات يوم يوم بيوم انا تحت امرك. وفي يعني ربما كل حلت مشكله او اتنين ان شاء الله. بالعكس ان شاء الله. وعلى فكره يعني عايز اقول ان الحكومه اعضاء الحكومه كلهم بيتقبلوا بصدر رحب شكاوى المواطنين وبيحاولوا بقدر الامكان في المستطاع تنفيذه بيتم تنفيذه وفقا للقانون، وهذا هو المهم. يعني فكرة انه حد بيجي يقول انا عايز اشتغل، انت عارف طبعا انه التشغيل الجهاز اداري الدولة شكله عامل ازاي يعني ما ينفعش بالظبط كده صعب. انا يعني صعب وده كانت فكرة قانون الخدمة المدنية يعني تطوير الجهاز الاداري للدولة. طيب خلينا نقول ان ده برنامج الحكومة، هذا البرنامج زي ما هو برنامج المواطن. نتواصل مع حضرتك بشكل دائم لو في جديد تبلغ بيه السادة المواطنين. تحت الأمر. في نهاية لقائي أنا بشكر ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة عبد العزيز المستشار الإعلامي للسيد رئيس الوزراء. أنا المتشكر جدا وسعيد بالاستضافة. الله يخليك. ويا رب يقدرني على أني أقدر بقدر المستطاع أني أتواصل مع الشكاوى اللي جت والمزيد أكتر منها تحت الأمر إن شاء الله. ووعد أنه لأنه الحقيقة إحنا بنتعامل مع مجموعة من الوزراء الشباب غاية في القدرة على العطاء إن شاء الله. بشكر حضرتك. حلقتي انتهت معاكو. الأسبوع القادم الأربعاء بإذن الله 8:30 انتظرونا بإذن الله. سلام عليكم.